صافية الأسماك على كل سميتو الأثمنة ديالتها الحمد لله جدية معقولة خويا. الثمن ديالتها مناسبة لأنه بالنسبة للثمن راه ثمن متناول، ما كاين شي ثمن مرتفع، ما كاين شي ثمن اللي هو طيح. على اللسان على حسب الجودة ديال الحوت وعلى حسب الحاجة اللي هي كاينة، ماشي نعنو تاني تنعاودو نقارنو بواحد الحاجة اللي هي كاينة فيها الجودة والحاجة اللي ناقصة فيها الجودة. لا لا حنا الحمد لله دابا الناس كاع الأكثر يا الناس راه دابا 50% ما تتجهش للحم كاع، تياكلو الحوت كاع بلا أخيار. 50% 50 دابا الناس في المية ولا 60% كاع تقريبا غادي 70% الناس ما باقيش يتجهو للحم، تيتجهو للحوت، ياكلو الحوت، لأن الحوت دابا على الأنواع وكاين على الأشكال وتيطيب على الأنواع. دابا المشكل فين كاين في الحوت؟ كاينين، وهو المشكل في المعلمات، في الناس اللي هي غادي تطيب الحوت هي أش من شكل علاش بطيبو. نعنو الحوت اللي نعنو الشكل اللي طيبتي عليه تيتكال تقدر ربما تتاكلو يوميا نهار على خوه، ولكن كل حاجه في كل طياب في شكل اخر داير، كل طياب في نوع، ما تتقلقش منه وما تيضرش، ما تضر الا الحاجه القديمه واللي خايبه فقط بوحدها. هما هو الحوت يطيب على الشكل وعلى النوع وما تيضرش، ما فيش المضره كاع بمره واحده. هذه هي النعمه اللي خلقها الله تعالى بدون غش بدون شي حاجه. خويا بالنسبه اي بالنسبه تجي اخويا سميتها تجي جديد تجي سميتو الناس ديال الوالديه، تيجيو الناس تاع صويره، تيجيو الناس تاع سيدي فني ديال اسفي اكادير العيون بوجدور الداخله تنطنعنو جميع المناطق ديال المغرب، تيجيو عندنا وتيجيو حتى الناس تاع الدار البيضاء تيدخلوا لهنايا. راه السوق صبحنا على السوق ديال الجمله بان تدخل تلقى واحد 80 كاميو ولا 100 كاميو، كل جوج كاميوات ولا ثلاثه جايين من البلاصه. نعنو بزاف، نعنو الانواع كثيره الحمد لله، لا الخير لا السرديل لا الشرن، جميع المخلوقات اللي خلق الله تعالى في الاسماك كاينه حاضره موجوده وبواحد الثمن اللي هو مناسب، ماشي نعنو شي ثمن اللي هو تيخلع ولا ثمن مفرط. كان واحد الوقيته كان احتكار في الاسماك، واحد الوقيته كنا تنغوتوا مع الصحافه وكنا تنغوتوا بان كاينين احتكارات الاسواق، تيكونوا للناس اللي تجي واحد جوج كميوات ثلاثه ولا حتى الاربعه الكميوات كاع، الناس يكون عندهم تليفون تيكون عنده اتصال بالاخر تيقول له اودي ما تدخل حتى نبيع انا، باش نبيع انا تيبيع تقريبا بواحد 500 درهم للصندوق ولا 600 درهم ولا 550 درهم. دابا الحمد لله نحن ملي تيوجد الفائض الخير تيكون جاي من كل بلاصه، واخا تيعيط هذاك السيد ما تيستمع ليه حتى حد لان خصني ندخل نبيع انا. نحن في المثل تيقول لك الانسان الى جاد الله جاد عمر، وإلا ما جاتش الله واخا عمر منين غادي يجي؟ هو راه هذاك الحكمه راه كاينه عنده هو. ياك نعم خويا كاين الراي راه هي 50 درهم، هي كاين السردير 15 درهم 13 درهم، هي كاين هذاك البره راه هي كاين هذاك الميرو راه دايره 50 درهم 40 درهم، كاين هذاك البوجو الصغير دايره 40 درهم، سرقه دايره 60 درهم، الميرنا الصغيره دايره 70 درهم، الموستيل داير 70، الشرغو 70 درهم، هذا 120 درهم، هذا الفرخ 80 درهم، الكروبي 90 درهم 80 درهم 100 درهم، لالوط 100 درهم، المرنة الكبيرة 60 درهم 70 درهم، القرب 70 درهم، الصول 80 درهم 100 درهم. إوا هادشي اللي عطى الله أخويا. نعنو بالنسبة لهاد الأثمنة، لا ثمنة هاد الأثمنة بالنسبة لهاد الوقيتة هو هذاك، نعنو ثمنة سميتو أثمنة في المناسبة ديالتها في ما غاليه ما رخيصه. هي 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 تنتعاملوا مع الناس بالتليفونات، تنتعاملوا مع الناس يقضي الغرض ديالو تيمشي فحالو، لان تيعرف مول الريستوران مول الرياض مول القهوه علاش تيجي عندك، لان راه كاين واحد الثمن اللي هو مناسب ليه، لان واحد الثمن اللي هو اللي مناسب ليه تدير معاه ثمن مناسب ليه، لان تيجي عندك تيقول لي قدي معايا في المثل تيدي 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو مخلطه. نعنو بزاف منهم تنتعاملوا معاهم حنا بزاف، لانه تعطينا ديالنا ما تنكرناش ما نعنو تنتصرفوا معاه تيقول لك هكا ديالك. خويا بالنسبه لاكثر عليه الطلب كاين الكروفيت كاين الكراميل كاين هذا الفرخات الصنور هذا كاين المصري، ودابا بالنسبه حنا تنقولوا دابا بالنسبه لنا حنا كبياع وشرايا جميع المخلوقات ديال الحوت كلها هي عليها الطلب تتكال، ما كاينش حاجه فيها ما تمشيش. دابا كاينه السيبيا اللي هي تدخل من على برا، وكاينه السيبيا ديال البلاد اللي كاينه تسميتها سميتها تشوكو، وكاين الكراميل كاين السيبيا ديال البلاد، ولكن الانسان راه هو على حسب الطلب ديالو. هي راه حتى حاجه ما خايبه، هي راه اللي يكذب عليك شي حتى بيقول لك لان حنا حاجه خايبه ولا حنا راه تنبيعو نشريو فيها اكثر من 40 عام هادي باش تنشريو، لان داك الشيء راه تيبقى على الكاليتي
على الكاليتي وعلى سميتو الانسان تيعرف اش تيشري واش يعطي للناس. نحن كاين الانسان اللي تيتلاقى بواحد الجوده اللي هي ناقصه خايبه وتعطيها للناس يتعدى على الناس يضر نفسه تيضر راسو تيضر هذوك الناس اللي هما معاه. حنا بالنسبه لنا حرابيه تدوز عندنا المراقبه ديالتنا تدوز عندنا الناس اصحاب المختصين في الحرفه مراقبين مختصين في الحرفه تيدوزوا عندنا تنشريو بواحد الحاجه اللي هي معقوله. دابا كاين حنا بالنسبه لنا دروكيات شنو كنطبعوا ورقه تنشريو داك الشيء حنا اللي فاكتور ديالو ما تنشريوش حنا شي حاجه ها هي الطبع ديالها ديال الانصاب المساكن تاعتها حنا داك الشيء نحن تنشريو واحد الحاجه اللي هي متقين وبلاصه معروفه باش نشريو. نحن حنا تدوز عندنا مراقبه سميتو المراقبه يوميا تدي عندنا الا ما الا منقطع عندنا تطمنك عندنا واحد النهار ولا يومين تيجيو الناس مختصين تيقلبوا بالتقنيات ديالهم المسائل ديال القوى الجودة عالية. وحنا بالنسبة ما تنكتروش الأسماك تنجيبو غير الخياس اللي هو تيتباع. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.